كل التحية لكل مشاهدينا ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالنسبة لي فرحتي بمصطفى وفرحة كل جمهور النادي الأهلي فرحة غالية جدا. مصطفى شوبير الأمل والحارس اللي ادى الأمل لكل لعيب كورة ولكل حارس مرمى في تاريخ النادي الأهلي، سواء جاي أو لسه في الناشئين. مصطفى شوبير النهاردة النادي الأهلي بيحقق البطولة الأفريقية وما دخلش في مرمى غير هدف واحد، أعتقد رقم قياسي لم يستطيع أي نادي تحقيقه. مصطفى مليون مبروك على حاجات كتير، مليون مبروك على البطولة، مليون مبروك على الظروف الصعبة اللي انت لعبت فيها، مليون مبروك على اجتهادك مش من النهاردة ولا من امبارح، من سنين كتير فاتت يا مصطفى. الحمد لله فاروق، ربنا كريم. انت يمكن انت عارف من زمان كنت بتتعلق على الماتشات بتاعتنا زمان، حتى كنت لما انت مثلا بتقول حاجة على اي صدى ولا ايا كان كنت بتقعد تتشتم ان انت بتقعد تجامله، انت بتقعد مش عارف ايه. بس تاني ارجع انا قلتها 100 مره بقولها تاني، ان ده طبيعي، الناس تبقى محتاجه تشوف قدام عينيها اكتر عشان تطمن، وده طبيعي لان في الاول وفي الاخر لما الحمد لله ربنا بيكرمك وبتلعب وبيوفقك الناس بتديلك حقك وبزياده كمان. فهي زي ما انت يعني بتاخد دي بتاخد كمان قصادها الناحيه التانيه ثناء كبير، ثناء كبير زي ما بيقولوا. فالحمد لله ربنا كريم. بطوله وظروف واتخلق وخرج منها حارس تاريخي في افريقيا وفي النادي الاهلي. الحمد لله، الحمد لله، كله في الاول وفي الاخر توفيق من ربنا. وتاني يعني الظروف اللي حصلت لكابتن محمد الشناوي بالاصابه، الحمد لله احنا مبسوطين رجع لنا بالسلامه، وانه في يعني يرجع لمكانه وكلنا بنساعده على حاجه زي دي. بس انا عرفت ان في حاجات حصلت في المؤتمر ودي في مشاكل حصلت، بس يعني انا مستغرب يعني هو الراجل قال حاجه ان فعلا مشاكل كانت طالعه من حته معينه، فهو وجه الكلام لنفس الحته دي، ان هو اوريدي انت دي الحته اللي طالع منها السورس اللي طالع منه مشاكل، هو قال لك هم بيصنعوا مشاكل. فبعد كده اتهاجم، طب انتوا لما كنتوا بتقولوا اخبار غلط ما كنتوش ليه تطلعوا تعتذروا عليها؟ فاهم قصدي ايه؟ ما كانش حد عنده الجراءه ليه لما كانوا كلهم بيقعدوا مثلا يهاجموني بشكل شخصي او يهاجموه بشكل شخصي، لما الحمد لله ربنا مثلا بيكرم ليه ما بتطلعوش تتكلموا كويس او بتشكروا او بتقولوا معلش احنا كنا غلطانين عايزين هو يعتذر؟ لا طبعا، انا شايف ان كابتن محمد الشناوي هو قال اللي في قلبه، ودي حاجه ما تزعلش. إيه، انا مش عايز اطلع بره الموضوع، هرجع تاني لموضوعنا التاني. انا كنت بقول على كابتن محمد الشناوي عشان خاطر الكلين شيت الحمد لله هو اللي بداه، احنا دخل فينا جول واحد طول البطوله، انا لعبت من رابع ماتش تقريبا، والحمد لله احنا بنكمل بعض مش اكتر يعني الحمد لله. احنا بنتكلم على الشناوي او بسجل مع قال لي مصطفى شوبير اقرب اللاعبين ليا وده اخويا الصغير. البطوله اللي فاتت هو قال لك يا مصطفى او قال لك تعال اطلع معايا ولبسك الميداليه، اعتقد المواقف دي اعتقد بتلخص كلام كتير جدا. اقول لك على حاجه، طبيعي الناس تقعد تجتهد ان ممكن يكون في مشاكل، ان ممكن يكون في بتاع في اي مركز في الدنيا، خصوصا مركز حراسه المرمى اللي هو ما بيقبلش الاسم على اثنين، هو واحد بس اللي بيلعب. كريم فؤاد النهارده باك رايت ووينجو لعب باك ليفت، ففي الباقي المراكز الدنيا بتمشي، لكن في حراسه المرمى بالذات الناس بتلكك دايما ان هي تخلق مشاكل او حاجه. علاقتي انا وكابتن الشناوي هي علاقه كبيره، وفي الاول وفي الاخر ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش حارس مصر الاول يتقلل منه. انا ضد المبدا ده، مش انا بس، اي حد سوا هيبقى ضد المبدا ده. ناس تقول لك اصله ما رضيش، اصله مش عارف ايه، اصله كل دي اجتهادات، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ جينا ربنا وفقنا في البطوله، الراجل معايا ودايما بيساعدني في التسخين وبيساعدني بكلام، وحصل حتى حديث بينا امبارح واحنا في التمرين بخصوص القصه دي، هو نفسه من نفسه لقيته بيقول لي انت يعني انت ما تعرفش انت عندي ايه، هو قالها لي كده بلسانه. فانا يعني بعد كده هقول له ايه؟ يعني هقول له ايه؟ عايز افاجئك بحاجه، انت وصلك معلومه انك مرشح من ضمن اللعيبه كاحسن لعيب في افريقيا داخل افريقيا في الموسم ده؟ لا لسه عارفها منك، بس الحمد لله يعني شرف كبير والحمد لله ربنا كريم الحمد لله. كنت تحلم بالبدايه دي مع النادي الاهلي؟ اعتقد انت صبرت، انت تقول للكابتن شوبير انت هو صبر ايوب او ايوب الكره المصريه، انت عديت الموضوع ده. لا مش للدرجه دي برضه، بس الواحد عدى بظروف صعبه، خصوصا في عصر السوشيال ميديا والحاجات دي، ان كل الناس بقى ليها راي سواء ايجابي او سلبي، فخلاص الموضوع بقى مباح عامه. وفي الاول وفي الاخر تاني ارجع اقول لك، زي ما خدت انتقادات كتيره، في الاول وفي الاخر ربنا بيعوضك وبيكرمك. يعني في الاول وفي الاخر انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك وربنا بيسبب الاسباب. ربنا النهارده الحمد لله كرم بطوله، مش عشان انا اكيد، عشان اسباب كتير تانيه، والحمد لله الحمد لله. البطوله دي تمثل لك يا مصطفى؟ ده اعتقد يعني اهم بطوله خدتها مع النادي الحمد لله، دي رابع افريقيا ليا، بس طبعا تاني واحده وانا مشارك، اللي فات لعبت الماتش الاولاني ودي شاركت فيها اكبر عدد ماتشات، وفي بطولات تانية كتير الحمد لله، والحمد لله دايما بيجي حظي على النهائيات، بلعب الحمد لله دايما نهائيات. فربنا كريم، ربنا دايما نعم علينا يا رب وعلى الفرقة، ودايما نتوج بالبطولات ونسعد الجمهور. الجمهور ده تقول له ايه؟ الجمهور اللي منه باباك ومامتك واخواتك واسرتك، انت اتربيت في اسرة اهلاوية اوفا. كل والله بنشكرهم كلهم بجد، الناس دي بتتعب وبتتعب نفسيا من الماتشات اصلا ومن الضغط، يعني احنا بيبقى علينا ضغط، هم ورا التلفزيون بيبقى عليهم ضغط تاني كبير،
بيبقى عايزك تنجح وبيبقى عايزك كل حاجه، مش قصه بابايا ومامتي بس، ايا كان والد او والد اي لعيب او مراته وولاده وبناته ايا كان، واحنا بنتعب والله العظيم وربنا بيكرم عشان كده. بس عز بن شريفيه قال كلمه مهمه، قال انا سعيد بالمستوى اللي عليه مصطفى شوبير وامان الله مميش، اعتقد حارس ايضا من الحراس المميزين، وانا شفت اللقطه اللي بينك وبينه. بص انا اول ما البطوله بدات انا اتبسطت ان في جول صغير بيلعب عامه، لان في ثقافه عندنا هنا في افريقيا بالذات في اوروبا اتغيرت، بس ان انت لسه صغير ان انت ما عندكش خبرات، لا هو ودى وخد ريسك وسبب من اسباب وصول الترجي للنهائي، فانا كنت حاسس بيه قوي، فاهم، حاسس بيه قوي. عرفت كمان ان والده اعتقد مدرب حراس او في كان حارس ومدرب حراس دلوقتي في المجال، فواضح ان احنا ظروفنا شبه بعض، فعشان كده حسيت ان انا لا يعني بعزه جدا وبحبه جدا، وانا ما كنتش اتعرفت عليه في الماتش هناك، هو شخص طيب جدا وشخص جميل جدا، وكان واجب عليا ان انا اروح له بعد الماتش اهنيه على مستواه واقول له هارد لك. وحصل بينا برده حديث في الاتوبيس، طلعت له الاتوبيس ان كنا متفقين من واحنا في ماتش تونس ان احنا هنبدل التيشيرتات مع بعض، وده اللي حصل. يعني ببارك له على مستواه وبتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه ان شاء الله. فرحتي بيك مختلفه، بقول انا صح. الحمد لله، ربنا كريم، ربنا كريم وبيوفق الحمد لله.